الله معكم. منرحب فيكم عن جديد في حلقة يوم الأربعاء العظيم المقدس. عنوان حلقتنا اليوم: يد على باللور وأخرى على حلق. بهاي الحلقة الخاصة رح نحكي بالتفصيل عن يوم الأربعاء العظيم المقدس. في هاي الحلقة بسعدني وبشرفني أنه نستضيف قدس الأرشمندريت أثناسيوس خاقيش. مساء الخير أبونا. مساء النور يا ربي، إن شاء الله صوم مبارك وفصح مجيد للجميع. أمين. أبونا، يوم الأربعاء العظيم المقدس، وين وصلنا برحلة يسوع في صعوده إلى الجلجلة؟ مثل ما تكلمنا عن يوم الاثنين بنعمة ربنا، عن التهيئة والتحضير واليقظة الروحية اللي بتطلبها الكنيسة بفضيلة اللي أخذناها بفضيلة يوسف اللي هي التعفف، والثلاثة امبارح أعطتنا الكنيسة عن الرحمة، ونفس الشيء يوم الاثنين عن التينة اللي قربنا لعنها لأنها بدون ثمر، وشفنا قديش النتائج الحياة الروحية اللي كل هدول الثلاث أيام صلوات الختن الثلاثة التينين والثلاثة والأربعة هم يقظة مستمرة لاقتناء فضائل التوبة للوصول لتناول جسد المسيح يوم الخميس لأنه رح يتسلم الأسرار، حتى الوصول للصلب للقيامة. عشان هيك في الأربعة العظيم الكنيسة أعطتنا من أكبر مثال اللي بتخلي الإنسان يرى مراحم الله العظيمة مهما كانت خطاياك كبيرة. أعطتنا الكنيسة مثال المرأة الزانية اللي أجت قبل يومين من الفصح ودهنت يسوع بالطيب وبلته بدموعها. أعطانا إياه، وعشان هيك المسيح له المجد حكى عنها لتوبتها أنه رح يكتب كل الأناجيل عن هاي الحادثة. فالكنيسة بتعطينا في يوم الأربعاء العظيمة تعطينا الخطية وتعطينا التوبة ومراحم الله، تعطينا قديش التوبة كانت شنعة ولكن مراحم الله عظيمة، تصفح باستمرار، تغفر باستمرار، تترك للإنسان باستمرار. وعشان هيك بيورينا، بيحكي لنا أحد القديسين: يا ترى ليش المرأة الزانية إجت ودهنت يسوع بالطيب؟ وبتسأل ليش إجت، شو شافت فيه؟ بجاوب القديس، بفتكر كمان مكتوب بالسنكسار يوم الأربعاء العظيم، شافت يسوع دخل لسيمون الأبرص، والإنسان الأبرص هو إنسان منبوذ من المجتمع لأنه البرص كان خطية وضربة من الله لخطية معينة البرص في العهد القديم. لما شافت يسوع دخل عند هذا الأبرص وتحشى عنده، اتجاسرت نتيجة عند يسوع قبل يومين من الفصح هو على العشاء، وهيك دهنته بالطيب. وأعطتنا من خلال هذا الكلمات قديش عمق صلاح الله ومحبته للإنسان. هاي الرحمة اللي الإنسان مش قادر، لا يستطيع أن يستوعبها، محبة الله التي تعطي بسخاء، تعطي بلا حدود، يطلب الإنسان كإنسان ولكن الله يعطي كالله كإله، إنسان يطلب شيء صغير والله يعطي لا محدود من محبته للإنسان. عشان هيك أعطتنا الكنيسة في يوم الأربعاء العظيم الفضيلة والرذيلة، أعطتنا هاي الرذيلة المحبوبة من الشيطان. الثلاثة العظيم امبارح أعطتنا مثل العذارة العشر، وحكتتنا كانوا عذارة، يعني شوف قديش الفضيلة كبيرة عذارة، ولكن خلوهم من الرحمة
سقطوا والله ما فتح لهم باب الملكوت. الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فبالتالي من أكبر الفضائل هي الطهارة والطهارة. عشان هيك أكتر إشي بحب الخطية للجسد الشيطان بحب الإنسان يسقط في الزنا. ليش؟ لأنه بيستخدم الشيطان كلمات الله اللي حكاها للإنسان بالفردوس، اثمروا واملأوا الأرض. فبالتالي بحاول يحارب الشيطان بمطلب داخلي إله التلذذ. وهذا منشوفه يا ابني بواقع كبير بالقرن 21. عبر كل الأزمان كان الزنا موجود، ولكن هلأ بتصير عنا الفاحشة. شوف لوين ودى الزنا. الزنا ودى للأسف شبابنا وبناتنا أغلبهم على الموبايل، وأغلبهم عمالهم بسقطوا بهي الخطية. أغلب شبابنا وبناتنا بسقطوا بالنظر للأفلام الجنسية الإباحية، واللي بتخلي عند الإنسان ثورة جنسية كبيرة. وهي الثورة الجنسية بدها عبارة عن تفريغ. عشان هيك سامحوني أبنائي المشاهدين، وعشان هيك بيروح الإنسان إما للزنا العملي مع الجنس الآخر، أو بيروح لعمل الخطية من خلال العادة السرية. وعشان هيك راح العالم أكتر من مثل ما بحكي القديس بولس، الاستعمال الأنثى الطبيعي من خلال الزواج راح إلى اللوطية، راح إلى تشريع الفاحشة كأنها هي قانون، وأعطى القانون للإنسان المريض بهاي الفاحشة أن لا يعالج، أنه ما يروح يتطبب من هذا الخطأ الموجود عنده، بل أن يعتبره هو الصح وهو الطبيعي. وعشان هيك يفرض أنه يزوج من نفس الطبيعة اللي هو فيه. وهيك بلشت عمالنا منشوف انحرافات المجتمع عمالها تقدس الخطية وتقدس الشيطان. عشان هيك منشوف بعد الإنسان عن الله وتعليق كل الشر على الله، وإنه الخير يأتي من الشيطان. عشان هيك عمالها بتصير عنا عبادات الشياطين بكل أنواعها. وأكتر إشي يفرح الشيطان بخطية الزنا والدهارة، لأنه مثل ما بيحكي القديس بولس كل خطية هي خطية خارجة أكتر عن الجسد، ولكن لا يتلوث الجسد، ولكن بخطية الزنا يتلوث الجسد من خلال المادة التي تخرج منه. عشان هيك أعطتنا الكنيسة اليوم هاي الفضيلة. إذا أنت تريد أن تتناول جسد المسيح ودمه غدا يوم الخميس العظيم، يجب أن تصل إلى الطهارة. هاي الطهارة هي طهارة البتولية جسدا وفكرا. جسدا من خلال عدم الممارسة الجسدية، ولكن أكثر فكرا من خلال رجوع الفكر الطفولي الروحي البسيط الخارج عن الشهوة، أي الطهارة والنقاوة، حتى يستطيع الإنسان أن يتحد بيسوع المسيح من خلال اشتراكه بتناول جسد ودمه، حتى يصل إلى الاتحاد فيه، ومن خلاله الاتحاد بالإله المثلث الأقاني. أبونا زي ما ذكرت يعني السيد كان موجود ببيت سبعان الأبرص. نعم. وزي ما حضرتك كمان ذكرت ذكر حدث إفاضة الطيب على قدمي يسوع بالأناجيل الأربعة الموجودة. بدنا نوضح أكثر للإخوة من هي الزانية، لأنه في شوية مرات بيكون صحيح. في تشويش بمن هو الشخص التي أو من هي الشخصية التي إفاضت الطيب بهذا الحدث. نعم حقيقة، وكثيرين بيفكروا أنه القديسة مريم أخت إليعازر هي الزانية، وهذا خطأ، وهذا بتكلم عليه بكل روعة السنكسار والقديس يوحنا الذهبي الفم. بيحكي القديس يوحنا الذهبي في عنا ثلاث نساء دهنوا يسوع بالطيب وبللوه بدموع ونشفوه بشعر. الأولى هي كانت في بيت سمعان الفريسي،
اللي كانت زانية وإجت هناك بللت الدموع بللت بالدموع، وهيك يسوع سمعت من يسوع وحكى لما حكى لها اذهبي بسلام. والتانية قبل 6 أيام بعد ما يسوع له المجد أقام إليعازر، إليعازر عمى عشاء، في العشاء قبل 6 أيام في بيت عنيا كمان مريم أخت إليعازر من محبتها للمسيح الفياضة لأنه أقام أخوها، وكون المسيح هو المسيح وكيف المسيح دائما يدهن بالطيب، فإجت كسرت القارورة ودارته على رأسه وهيك طيبته بالطيب. الثالثة اللي هي قبل يومين اللي هو اليوم الثالثة هي كانت زانية اللي إجت على بيت سمعان الأبرص، مثل ما تكلمنا شافته أنه دخل عند أبرص، فبالتالي الله يقبل الخطأ مثل ما حكى المسيح له المجد لم آتي من أجل الأصحاء بل لذوي الأسقام. لما شافته إجت هي وقدمت قارورة الطيب النادرين اللي كان غالي الثمن، وعشان هيك يهودا كان لص، وكونه كان لص حكى لماذا هذا الإتلاف. ولكن هنا المسيح كمان وبخ يهودا من خلال ما حكى إكراما، هذا الطيب اللي طيبتني فيه هو تطيب لجسدي لأنه له المجد. ما كان في وقت ما بين لما أسلم الروح وينحط في القبر، فعشان هيك يوسف ونقدمس لفوه بسرعة وحطوه في القبر لأنه بلش يروح السبت، عشان هيك بطيب بهذا الطيب اللي فرغته هاي الزانية عليه حكى له المجد أنه هاي بدها بتطيب جسدي عشان رح أموت. وهذا كمان بحكي ليهوذا، بحكي له انتبه يا يهوذا، شفت قديش مع أنك أنت تلميذ من تلاميذي وأنا بعرف أنك أنت رح تسلمني لأنك اتفقت مع اليهود أنك تسلمني، وانتبه يا يهوذا لأني ما تفكرش أني بحبك تسلمني، هاي أنا بحكي لك أني رح أموت، ما تفكر بفكرك. لأنه يهوذا كان عنده فكر أنا بحبه ليسوع، ويسوع قبل أكم من يوم أقام لي عازر اللي أنتن، فيسوع رح يقدر يقوم حاله، أنا بكسب 30 من الفضة ويسوع زقرت، هو إنسان هو إنسان بيقدر مثل ما أقام العازر بيقدر يقوم حاله، فبالتالي أنا بكسب هذا وبكسب هذا. هون يسوع حكى له وبيحكي لكل واحد فينا لا تستطيع أن تعبد ربين، هون حكى له ليهوذا لا تستطيع أن توافق مع الاثنين، إما الله أو المال. أنت أحببت المال وأنت كل هذا حكيته مش عشان القارورة ولا عشان مال الفقراء، ولكن لأنك أنت حرامي ولس، مع أني أنا كنت معطيك خلال 3 سنين الصندوق. يعني شوف قديش المسيح له المجد كان معطي يهود الصندوق حتى أنه يبطل السرقة، ولكن أمرات لما بتكون، عشان هيك أعطانا رذيلتين المسيح في هون، أعطانا رذيلة الزنا وأعطانا رذيلة السرقة والطمع، ولكن ورانا كيف أنه حتى قابل الزنا أنه الإنسان أنه يتوب، ولكن أمرات محبة المال اللي حكى المسيح عنها أصل كل الشرور. سلمت السيد بأجرة العبد مثل ما تكلمنا يوم التنين العظيم، بأجرة العبد 30 من الفضة هو أجرة واحد يشتري عبد من السوق. شوف قديش مثل ما بتحكي التروباريات أنه باع الغالي بلا ثمن بإشي زهيد، الحرامية بيحكي التروبارية ما بقدر الأواني الخزف الأواني الغالية جدا بيبعوها بهذا. فعشان هيك ورتنا أنه يسوع وبخ وحكى له انتبه كل فكرة غلط وأنا رح أموت حتى يتوب وما يعمل، لأنه في كتيرين بيحكونا إجابة لهذا السؤال. في ناس بيحكونا طب ليش يهودا ما يروح على الجنة؟ طب لو يهودا ما سلم المسيح كان يسوع ما فدانا على الصليب، معناته يسوع رتب إنه يهودا يسلمه. لا أبدا، وربنا ما بيهلك إنسان ولكن هو ابن الهلاك. الويل التي تأتي بالعثرات، المسيح رح يسلم رح يسلم، ولكن لو ما سلم من يهودا رح يجي واحد تاني يسلمه، ولكن يهودا هو اللي باع حاله من خلال محبة الفضة. عشان هيك بنحكي لكل أولادنا
ما تفكر حالك انك امرات رح تقدر تتوب لما تكون انت بتحب الخطيه بشكل كتير كبير، وما بتقدر انت تجمع النور والظلام، المسيح والشيطان، لا تستطيع الحق والباطل. اما بتحب الباطل وبتكره الحق، او بتحب الحق وبتكره الباطل. اغلب مجتمعنا في القاهره 20 هو بده يجمع الذي لا يجمع، ولكن هون بعطينا يسوع بيهوذا، مع انه التلميذ راح للهلاك لانه حب الماده ومتابش، مع انه المسيح حكى له حتى بلكي يتوب ويندم، ولكن بنشوف الزانيه اللي دهنته بالطيب اخذت المقوله الالهيه، حيث يكرز بهذا الانجيل تكرز هاي الحادثه اكراما للي عملته هاي الزانيه لهاي التوبه اللي تابتها ورجعت الى طريق ربنا. هي ربنا مش بس سامحها، ولكن اعطاها مثال للتوبه في الاناجيل. نعم ابونا، وهذا هو يعني صلب ويعني جوهر عمليه عنوان الحلقه، اللي هو يد على باللور اللي هي زجاجه الطيب، ويد على حلق اللي هي يهوذا الاسخريوطي. التسليم. ابونا بهذا اليوم نستذكر كلنا بصلاه السحر الدوكسا اليوم، إن المرأة التي سقطت في خطايا كثيرة. الدوكسا جميلة وغنية ومعبرة، وكلنا يعني ننتظر هذا اليوم لنسمع هاي الترتيلة، بس كمان في إطار تاريخي وفي حدث متعلق فيها. حابين تحكي لنا قصة كتابة الترتيلة. الإمبراطور ثيوفيلوس لما إجا وقت أنه يتجوز، طب تعرف كإمبراطور جابوا له كل أميرات وحسنوات البلد، فمنهم كان تنتين، الملكة ثيودورا، القديسة ثيودورا اللي هي أصبحت زوجة لثيوفيلوس، ولكن كمان أعجب بكسياني، وعلى فكرة صار بيناتهم حوار لما اختارها، حكى لها المرأة كانت سبب سقوط الإنسان، وجاوبته وبالمرأة خلص العالم كله. فكان لما شافها هالقد حكى أنه ما بيقدر لها تكون زوجة إله، فأخذ القديسة ثيودورا، ولكن ظلوا يحبها للقديسة كسياني. وعن حياتها بتكلم البعض أنه كانت في علاقات ما بين ثيوفيلوس والقديسة كسياني غير شرعية، لحديت ما تابت، مع أنها هي كانت ناظمة التسابيح، يعني كان بيتها ينظم التسابيح باستمرار. هربت لما تابت، هربت وراحت على دير، صارت راهبة، وهناك فتش عنها ثيوفيلوس لأنه شهوة الزنا لعبت فيه كتير، دور عليها لحديت ما عرف. وهي كانت لما عرف وجع على الدير، كانت هي عمالها بتكتب بذوق سكانين تاعت الأربعة العظيم اللي أحدثها الكنيسة، اللي هي إن المرأة، لا إن المرأة الخاطئة. لحديت قبل سطر تقريبا، على فكرة هي الترتيلة باليونان بتجمعوا الجوقات عليها، وأمرات بتقعد 45 دقيقة بتجمعوا كل الرهبان المرتلين حتى يرتلوها. لحديت آخر سطر إجا ثيو، كانت كاتبيتها كلها على ورقة. هي كانت أبونا بتعمل يعني مقارنة، تعمل مقارنة ما بين حواء في الفردوس كيف لما سقطت، وكيف هي عنها كونها هي سقطت في الخطية أكثر من مرة، وكيف لما سمعت الله أقدام الله في الفردوس، وكيف هاي الزانية اللي هي بلت بدموع المسيح كيف أخذت مثل حاملات الطيب مثل المريمات، وكيف مراحم الله للإنسان. عشان هيك بعد ما قرأها إجا هو كملها، فيا مراحمك أيها مراحمك مراحم الإله العظيم التي لا تحصى، المجد لك. وهيك كملها هو
ومن يميتها بطل يدور على القديسة كسياني. وعشان هيك الكنيسة رتبت هاي الترباريه في الأربعة العظيم كون بتتكلم عن عن الزانية. شوف يا ابني، هاي الخطيئة للأسف إنها محببة جواتنا، محببة لجوات كل إنسان. ولأنه الشاب والفتاة بنضج جنسيا في الأول، بعدين بنضج عقليا، مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا والتلفونات أصبحت هاي الخطية من أكبر الخطايا المحببة للإنسان. مش بس هيك، عمالة تأخذ الشرعية والطبيعية، عمالة بأخذ حتى أمراض في بعض الطب النفسي الخاطئ بالنسبة لنا، عمالة بودي الإنسان للعلاقات الخاطئة. أو عكس الحب بالمعنى الله المحبة إلى الحب، هو كيف أن تعطيني ما أريد من جسدك. المحبة هي أصبحت الزنا. إذا أنت بتحبني معناته بتسمح لي، عشان هيك سامحوني. عشان هيك الشاب بطلب من البنت إذا بتحبيني ابعتي لي صورك وأنت مش لابسة، وإذا ما بتحبيني معناته هاي المحبة، إذا ما بتحبيني معناته هاد أنا رح أتركك. فالبنت لأنها بدها خايفة تخسره لهذا الشاب، فبتصير في الأول تبعت لها وهي بالبروتيل، بعدين بتصير تبعت له وهي بدون أواعي، وهيك بتصير مسكينة هاي البنت إنه ما عشان ما تخسر هذا الشاب. بتصير عنا أشياء كتير غلط ما بين الشباب والبنات على التلفونات، والأهل ما بيعرفوا للأسف. عشان هيك لأنه عشان من محبة، أكتر خطية بيحبها الشيطان هي الزنا، لأنها بتربطه. عشان هيك كتيرين ما بيعرفوا يدرسوا، ما بيقدروا يعملوا ولا إشي من كتر الشهوة اللي بتصير عندهم، إما البنات أو الشباب. عشان هيك جابتنا الكنيسة بتحكينا لا يا أولادي انتبهوا، معلش سقطتوا، معلش قوموا من جديد، يسوع فاتح لكم أحضانه، توبوا من قلبكم. من أروع تبكيت القلب بهذا اليومين، وخصوصا هذا اليوم، لما بتسمع هاي التراتيل عن الزنا، عن الزانية وما عملت، مثل ما شفنا القديسة مريم المصرية قديش قعدت سنوات في الزنا، ولكن قعدت سنوات في القداسة حتى أصبحت مثل التوبة. يستطيع المسيح أنه يشفيك، يستطيع المسيح أنه يشفيك من هاي الخطية. ما تفكري إذا أنت سقطتي وأنت سقطت ما رح ترجع للطهارة، رح ترجع ورح ترجع أحسن. وهي مثل الزواني اللي عطتنا إياها الكنيسة، إنهم أصبحوا قديسات، مثل القديسة كمان بلاجيا كانت برضو زانية وأصبحت من القديسات. الخطية تدمر الإنسان، ولكن التوبة تعيد الإنسان أعظم من آدم كما كان آدم في الفردوس. بهذا اليوم الكنيسة بتعطينا الرجاء والأمل، بتعطينا التعزية، نستطيع أن نتوب. ما تفكر حالك إذا أنت سقطت وأنت مش قادر تقوم، لأنه في ناس كاعترافات بنسمع، في ناس بيحكونا أبونا أنا كل يوم بعمل العادة السرية مش قادر أتخلص منها. لا يا ابني أصبر، تخافش، ربنا معك، رح يوقف معك، رح تقدر تتخلص منها. يا أبونا طب أنا بقدر أتخلص من هاي الأفكار الشيئة؟ نعم رح تقدر، وربنا رح يعطيك مش فكر، رح يعطيك فكر طهارة. ولكن قاوم الخطية، مثل ما هاي الزانية قاومت وإجت. مش سهلة إن تيجي زاني قدام كل الناس، يعني واحد بغلط مش قدام الناس، ولكن قدام الناس تيجي التوبة. وسيمون كان عارفها، حكى يعني بفتكر اللي مش هاي اللي قبلي اللي كانت الزانية الأولى، سيمون حكى لو إنه بيعرف مين هي إنها خاطئة. عشان هيك جاوب المسيح بعرف يا سيمون إنها مين هي.
ولكن هي أحبت أكثر منك. ما كل ما كانت الخطيئة كبيرة كل ما كانت بدها توبة أكبر حتى نعمة الله تمحي وتصفح وتصلح الإنسان، لا بل تعيد ولادته من جديد إلى النقاوة والطهارة مثل الابن الشاطر، بتعيد له المواهب الإلهية وبتعطيه جسد المسيح ودمه وبتعطيه الحذاء حتى يسير من جديد بالفضيلة ويأخذ عربون الروح القدس الخاتم ومهب الروح القدس حتى يستمر في التقدم الروحي، لأنه رجع إلى الأحضان الإلهية مثل ما رجعت هاي الزانية إلى الأحضان الإلهية. أما الشق الثاني عدم التوبة اللي هو يهوذا، اللي مع أنه كان تلميذ ولكن خسر التلمذة وخسر حياته وخسر أبديته. أمين. أمين أبونا، بنشكرك على هذا الشرح الوافي، ونتمنى لك كمان أسبوع عظيم مقدس مجيد وقيامة قيمة مجيدة إن شاء الله. أمين يا رب، على الجميع يا رب، كل سنة سالمين أجمعين. أمين أبونا، الله يخليكم. أعزائنا، هيك وصلنا إحنا لنهاية حلقتنا. أبونا اليوم يعني حكى لنا معلومات جدا مهمة وقيمة. الدور علينا هلأ إنه نتأمل كلياتنا سوية في عنوان الحلقة اللي بيحكي لنا يد على باللور وأخرى على حلق. أسبوع عظيم مقدس وقيامة مجيدة نتمناها لكم، وتصبحون على خير.